ندخل ديريكت؟ ايه تفضل تفضل شيخ. دير لك تبارك الله. والله نبدا ديريكت. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حالة ثاني لازم نهضروا شويه على واش صرا من البارح في الغواط. اين شباب الحاملين لشهادات جامعيه قاموا بحرق شهادات شهادتين الجامعيه، وهذا ان دل على شيء انما يدل على يدل على الحياه المره التي يعيشها هؤلاء الشباب. ونحن في هذه اللجنه ايضا نحن متعاطفون مع هؤلاء الشباب، ونبعث ايضا رساله الى كل المسؤولين في الجزائر الذين يدعون بان نسبه البطاله